السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. إذن سيلعب اليوم على 9 مساء بالتوقيت الجزائري المنتخب الوطني الجزائري ضد منتخب أنغولا في أول مباراة للمجموعة الرابعة من دوري المجموعات في كأس أمم إفريقيا في الكوديفوار. وخرج اليوم متوسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري إسماعيل بن نصر وأكد عن جاهزيته ورفقة رفقائه للدفاع عن ألوان المنتخب الوطني الجزائري تحسبا لكأس أمم إفريقيا 2023. ونشر إسماعيل بن نصر عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس تويتر سابقا: جاهز للدفاع عن ألواننا في أول مهمة وأرفقها بصورة تقديمية لمواجهة اليوم أمام المنتخب الأنغولي. بالإضافة لنشره فيديو وثق أهم اللحظات لتتويج المنتخب الوطني الجزائري بكأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، في تلميح من اللعب على جاهزية المنتخب الجزائري على تكرار سيناريو كان مصر الذي شهد تتويج محاربي الصحراء بالنجمة الثانية في تاريخهم. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.